السلام عليكم. قبل ما أبدأ المقطع اليوم عندي لكم إعلان جميل جدا جدا جدا. ركزوا معي في الإعلان وفي كود خصم في النهاية. إعلاننا اليوم لمتجر سكاي جيمزر. وش يوفر هذا الموقع؟ كل شيء يخص اللاعبين. أي واحد يبغى أي غرض، سواء كيبورد، ماوس، ماوس باد، سماعة، مايك، عندكم فيجرات، عندكم ميدالية، كل شيء فيه في الموقع. أسعاره مناسبة. حطوا كود VSL كله كابيتال طبعا، راح يخصم لكم 5% من المشتريات. وإذا مشترياتك فوق 350 توصيل مجاني، فلا تشيل هم التوصيل. إذا بتشتري أنت عيال عمك وزي كذا، جمع مشترياتكم مره واحده عشان يصير عندكم توصيل مجاني. فشيء مهم ان التوصيل يصير مجاني وكذا توفر فلوس. وفوق كذا كود خصم VSL راح يخصم لكم 5%. الشحن مدته من 3 ايام الى 5 ايام. واللي تصير لاي مشكله سواء في الشراء سواء في الموقع سواء في اي شيء، تواصل معهم في حسابهم في انستغرام، رابط في الوصف ورابط موقعهم في الوصف. تابعوهم على الانستغرام وادخلوا موقعهم وتقضوا، لا تنسوا كود VSL. والعرض هذا 5% كان للعيد بس مددوه عشان الاعلان هذا، فلا تقصرون معهم. الرابط في الوصف وباذن الله ما قصروا معكم. وخليكم على المقطع. السلام عليكم. اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع جديد من روكت ليج. اليوم جايب لكم جيب الرانجلر. الجيب هذا من فيلم جوراسيك وورلد. قبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين وفعل زر التنبيهات. اهم شيء تابعونا على سناب وانستغرام. تعرفون ليش هذا المقطع او ليش شريت سياره بدون ما يعني اشتريها معكم زي كذا؟ اوريكم انه احط كود رايتم شوف في اس ال وشارك ريجست من روكت ليج اكسشينج وكذا. صورت مقطع حوالي ساعه او 40 دقيقه، خلينا نكون بالضبط يعني 40 دقيقه. طفى الكهرباء اكيد للتسجيل. اوكي انا خفت انه يخرب البي سي بعد، بس الحمد لله انا ما خرب. وبنفس الوقت تسجيل 40 دقيقة صار ملف ما يمديك تفتحه خربان، يعني تسجيل راح عيده من جديد كاني ما سويت شيء. لا تقصروا بالدعم، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، تكفون يعني. قناتي الثانية تحت غيرتها من قناة رياكشن إلى قناة شورت. ايش معنى شورت؟ قاطع قصيرة تكون أقل من دقيقة، حنزل فيها لقطات وراح ننزل فيها أشياء كذا جامدة، لأن اليوتيوب نزل خاصية اسمها شورت، تكون مقاطع طولية تصلح الجوال يعني زي كذا. فاشتركوا فيها وصلوني 100,000 أقرب وقت، وإن شاء الله قريب بنزل فيها وببدأ أنزل فيها. حاليا ما أقدر أنزل فيها بسبب النت. خلونا ندخل عليكم. بسم الله خلونا نبدا مع الايام اللي كانت امس. كانت حلوه مره وطوله وطاف الكهرباء يعني، ولا كنت ناوي اصور بس يعوضنا الله. ان شاء الله لكم ما تقصرون بالدعم باذن الله. اختلك زين شباب. كود VSL ايتم شوب. كود VSL لا تمشوا، بضغط R2 بس حط كود VSL كذا راح تفيدني مره بشكل ما تصوره. طبعا للاسف الباكس مود ما يضبط مع السياره، كنت ناوي سياره يعني لون اسود بس لم تزبط. اوكي انا اسف يا خوي بس نايس. هلاز ون وش تلاك يا عيني. اي وش ذا؟ اوكي جاوا هدفين بسبه اللايك ترى يعني، ولا كانت امور طيبه. اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر، حرام. حظ من بدايتها يا بابي. روح تكفى. اوكي الو تترك الكرة ليه؟ فيهم على البوست كذا يا اخي، والله حرام. تكفى هدف. الله ايش يا شيخ برو، تيك ذا شوت بليز. اوكي يلا خوي يا اخي. تترك الكورة يا غبن بشكل، شوف كيف مشي من قدام الكورة. شوف لو مخلي عندنا تصديم، لا هو صدمه ولا هو طق الكورة، ما ادري ايش يسوي صراحة. يلا جريت باسي يا شيخ، سو كذا من اول تكفى والله العظيم. الله الباس حقه قوي مرة. نايس شو الهدف؟ شيكل على الهدف، تيكل على هدف. الله يا الرانجلر والله العظيم شهادات جميلة. صح ان السيارة ثقيلة، انك بخوينا ونكبني شوية يعني، بس الحمد لله اني هذا متجهز. يلا لك خوي. اوكي ان شاء الله هدف. الله يا شهادات، الله يا شهادات الصرخية، واقسم بالله شهادات مو طبيعية والله العظيم. يا ساتر يا عيني خوي. يلا عطني كرة. يا كلوز ون. هاي طقيت الكرة والله طقيتها حرام. الو اللوك. اوي جيم جميل، جيم ممتع. تكفى. ايوه لا يا قهريها. اي
تكفى شوت. ايوه وات اوكي ودك تبغى تسيبها والله ما ودي ادري ايش صار. اوكي شات خويه بدل الكوره يا ساتر والله العظيم انا شامبين والله ناوي يفجرني. اوكي نوريك شلون تفجر. يو الحمد لله. يلا خوي خوي وش ذا روح. والله يا خوينا اقسم بالله ما تفهم منه ولا شيء. ما ادري ايش قاعد تسوي حرفيا ما ادري ايش قاعد تسوي. يلا روح خذيت البوست. يلا روح روح بابا ميزنج. الله داري انهم يشطفون. يلا شوف مرمى فاضي والله لو ما تجيبها. يا جلطتي جلطتا يا جلطتي جلطتا. هدف وش في على الكور ذا؟ اقسم بالله يغبن يا شباب يغبن. نزل الكوره يا اخي خلاص. لا اله الا الله. جول جول جول. اتحداك مو بهدف. داري انه بيتفيك انا داري. يلا روح السلكان السلكان. هاي شوف السلكان شلون جاء. اتحداك ان عرب يا اتحداك ان عرب. جي جي يا جلال. والله ما انكبنا الا انت اقسم بالله. بسم الله وعلى بركه الله. هذا وش الكيك اوف حق ذا؟ هدف على طول؟ توقعت؟ ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه يا اخي ما عليه. ثانية؟ كريسماس! والله شوتاته جميلة جدا السيارة. اقسم بالله شوتاته مو طبيعية. اوكي هذا جاب ام العيد. والله توقعت انه هدف بس لازم اخذ البوز. يا الله توقعت خوي انه يبلش على خفيف يعني شيء. شفت الطيران حقه. يوه والله كذا كانت جامده يا اخي حرام. اوكي خوي يلا خوي تكفى اجيب لي ايد. حلو حلو يا خوي بس انا جبت. الو اصدم يا اخي اصدم اصدم يا اخي. والله شوف كيف يمشي حوله. لا ولا طق الكوره ولا اصدمها ولا سوي شيء يا اخي حرام. روح والله طالع معك والله العظيم. كريت بوس يعني خير انا احد يفكر بخويه انه طالع معه ناظر يشوف. اوكي هو ناويها دبل تاتش اصلا بس يعني مشي الحال. اي جت تكفى. شوت اي يا شيخ. الله عذبني يا شباب والله الله عذبني قسم بالله ما خلاني العب زي الناس. اذا قللت مقاطع عرفوا انه من لاك. نت نت صاير سيء بزياده. شو الهدف؟ شيقلي بس شيقلي شيقلي على الهدف. الحطه المناسبه الوقت المناسب استغلال الفرص بالحطه. اووووب يقلع الفيك. بورفت عشان الفيك بس. الهدف الاول ان شاء الله. يس يا عيني. امشي. ناسات. والله نايس. ساتر شوف الهجمه كيف. لا اوه اخيرا اخيرا معلق. توقعت انه معلقين صراحه بس نايس جول نايس جول. تعديت السقف ليش انا ما ادري العارضه. امشي انت امشي امشي خلي الكره خلها. جي جي والبليد. امشي تكفى خوي. اوه نايس واتساب. امشي فرصة واحدة هجمة واحدة جول واحد ما عندي انا يمين يسار.
ساتر شوته. اخوينا قاعد يجيب عيد مره يا شباب. يلا لك حلوه. ما معي بوست، ما معي بوست. تكفى شوت، روح شوت تكفى. اقوى تكفى حرام. يا ساتر يا ساتر. بغيت اجيب العيد، ابغى اسوي مع ابداش اهجد. يا الله قهر، ما شفت فيني وبلك وكذا حركات. يا خوي خوي انا دخل المرمى. جريت باس، جريت باس. يا ساتر، ليه الحظ كذا؟ ليه؟ لا تجيب عيد تكفى، لا تجيب عيد، لا تجيب عيد، لا تجيب عيد. لا اله الا الله محمد رسول الله. اوكي نايس شوت، نايس شوت جيم. ما ادري ايش يبي. فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. اذا ما تنسون زر اللايك، تركوا في القناه كنتم مشتركين، ويا ريت يعني ضبطوني بالدعم، لان الامانه تصويرين صح ان الاول كان افضل بكثير، اقسم بالله. يعوضنا الله، يعوضنا الله. لا تنسوا كود لايك في شوب فيصل، رابط موقع ركت ليج اكسشينج تحت في الوصف. اشتروا اي شيء كريدت عندهم ارخص من اللعبه، ففكروا في هذا الشيء. فيصل يخصم 3% فوق ما انه يعني ارخص من اللعبه. موقع نمشي اللي يبغى يشتري اغراض يتقضى، كود فيصل. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. السلام.